مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من سلسلة تاريخ الكان المخصص للنسخة رقم 30 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. النسخة المذكورة كان قد اختير لها المغرب مستضيفا، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 88. لكن الجامعة المغربية لكرة القدم كانت قد طالبت بتأجيل موعد إجراء المنافسات بسبب تفشي فيروس إيبولا في أجزاء من القارة، غير أن الكاف رفض ذلك ليتم نقل البطولة إلى غينيا الاستوائية، وحل منتخبها مكان نظيره المغربي. بعد إجراء التصفيات اكتمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة التي أجريت خلال الفترة ما بين 17 يناير و 8 فبراير 2015 بمدن باتا ومالابو ثم مونغومو. مع تسجيل غيابات بارزة أبرزها المنتخب النيجيري حامل اللقب ونظيره المصري الأكثر تتويجا في تاريخ المنافسة، أجريت مراسيم سحب قرعة نهائيات يوم 3 دجنبر 2014 وأسفرت عن مجموعات نارية أبرزها الثالثة التي ضمت آنذاك غانا بطلة 4 نسخ سابقة والجزائر بطلة نسخة 90 وجنوب إفريقيا بطلة 96 ثم السنغال وصيفة 2002. أما المجموعات الأولى فعرفت تواجد صاحب الأرض منتخب غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو والغابون والكونغو، وفي الثانية زامبيا بجانب تونس والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية. أما الرابعة فجاء فيها منتخب الكوت ديفوار إلى جانب غينيا والكاميرون ومالي. في المجموعة الأولى نجحت غينيا الاستوائية المتسلحة بعاملي الأرض والجمهور في ضمان بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في صدارة ب5 نقاط، فبعد التعادل في المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف لمثله مع الكونغو وتعادل آخر في الثانية بدون أهداف مع بوركينا فاسو، وانتصر منتخب البلد المستضيف في الجولة الثالثة بهدفين دون رد على الغابون التي ودعت البطولة رفقة بوركينا فاسو الأخيرة، فيما نالت الكونغو بطاقة التأهل الثانية لجمعها ل4 نقاط. وفي المجموعة الثانية تزعمت تونس الترتيب ب5 نقاط متبوعة بالكونغو الديمقراطية، فيما غادر منتخبا الرأس الأخضر وزامبيا المسابقة باحتلالهما المركزين الثالث والرابع تواليا، كما صعدت غانا كمتصدرة للمجموعة الثالثة ب6 نقاط متفوقة بفارق الأهداف على المنتخب الجزائري الذي نال البطاقة الثانية، فيما اكتفت السنغال وجنوب إفريقيا بالمرتبتين الثالثة والرابعة. المنتخب الإيفواري التحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي في زعامة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط مرفوقا بغينيا صاحبة 3 نقاط والتي تفوقت بنسبة الأهداف على مالي الثالثة، فيما جاءت الكاميرون في المركز الأخير ب2. وفي دور الثمانية تفوقت الكونغو الديمقراطية على جارتها الكونغو برازافيل ب4 أهداف مقابل 2، فيما أنهت الكوت ديفوار رحلة الجزائر ب3 أهداف ل1. أما غانا فأسقطت غينيا بثلاثية نظيفة، وأخيرا غينيا الاستوائية صاحبة الأرض فازت على تونس ب2 مقابل 1. في المربع الذهبي حاز المنتخب الإيفواري على أولى البطاقات المؤهلة للمشهد الختامي بانتصاره على الكونغو الديمقراطية ب3 أهداف ل1، فيما بخرت الكونغو أحلام غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة في قلب ملعب مالابو الجديد. وفي سيناريو مثير امتد للضربة الترجيحية بعد التعادل سلبا بدون أهداف، تمكنت الكونغو الديمقراطية من ضمان المركز الثالث على حساب غينيا الاستوائية صاحبة الأرض. الأنظار اتجهت بعد ذلك لملعب مدينة باتا الذي احتضن المباراة النهائية للبطولة يوم 8 فبراير 2015 بين الكوت ديفوار وغانا، والتي حبست الأنفاس بتعادل سلبي بدون أهداف سيطر على مجرياتها ليضطر الفريقان للجوء إلى الركلات الترجيحية. وبعد مشوارها الماراثوني نجح المنتخب الإيفواري في تحقيق اللقب القاري الثاني في تاريخه بعد حسمها بنتيجة 9-8، وهو اللقب الإفريقي الثاني للمدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي كان قد قاد الزامبيين للتتويج بالكأس في نسخة 2012 والتي أجريت مناصفة ما بين الغابون وغينيا الاستوائية كذلك. وجاء في المركز الأول بقائمة الهدافين 5 لاعبين وهما الغاني أندري آيو والغيني الاستوائي خافير بالبوا
والتونسي أحمد العكيشي والكونغولي تييفي بيفوما فضلا عن بوكاني من الكونغو الديمقراطية برصيد 3 أهداف. كما اختير الغاني كريستيان أتسو أفضل لاعب، فيما نال الإيفواري كبوهو جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة. وفي النسخة 31 فازت الغابون بشرف تنظيمها بدل ليبيا التي سحب منها حق استضافتها بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. التفاصيل في العدد القادم من سلسلة تاريخ الكان. إلى اللقاء.